أنت لا تنظر له، لا تنظر إليه حال الشدة إيش يصنع. لابد التوحيد، يحقق التوحيد في السراء في الضراء. فهذا عند القضية، عند التخاصم خصومة إيش يصنع؟ يحكم الشريعة. هذا أخذ من هذا ما ذهب هذا القاضي، قال أريد حقي. قاضي قال بينة، قال ما عندي بينة. فالقاضي يقول هذا امشي، هذا يرضى ولا لا؟ حكم شرعي يرضى ولا بد. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، سلموا تسليما. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فأنت الآن عند التحكيم حكم الشريعة. ظالم ظالم، حكم القاضي عليه أنه ظالم، يقول رضيت بحكم الله سبحانه وتعالى، ما يقول نذهب لفلان أو علا. هذا تفسير الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. ابن مسعود، ابن مسعود، لا أبو مسعود غير ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، هذا أبو مسعود يقول كنت أضرب غلاما لي يضرب على وجهي، فسمعت صوتا من خلفي، سمع صوتا من خلفي يقول لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. يا الله، يذكر بمن؟ التفت، من اللي يذكر؟ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بالله، واللي يذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. خلاص انتهينا، مفهوم تحكيم الشريعة. اليوم تقول لي بعض الناس اتق الله، قال يا أخ خليك، صح؟